شخصيه من الجلسه تفضل. قضيه اخوان، قضيه خطابات ولا كلمات عن منمق او شعارات، قضيه اتخاذ القرار وتنفيذ القرار. المره الماضيه اتخذنا قرار انه كمجموعه نمضي ونحط المحامي او نحط الممثلين عنا يناقشوا باسمنا. بعتقد القرار هذا لم ينفذ. نفذ. عنده قضيه هويه، نحن بعنا هويتنا من زمان، زعمتنا بعتها. قال الشيخ الدين والعرض والارض اخذوا 85% من ارضنا ما تنفسناش. لما تكون بنت مشبوهه بنذبحها. خلينا نكون واقعيين، نحن اسا قدام قضية عسيرة جدا. كان بتقولوا مش لازم نقعد مع كبان، لازم نقعد مع رئيس الحكومة. رئيس الحكومة كان عندنا، شو حكينا معه؟ لما تبص رئيس الحكومة هون شو بنحكي معه؟ بصير رحب فيه ونمسح له جوخ. القضية مش انه نحط زعامة اسرائيل على المحاكم، احنا عارفينها. في كثير منا كانوا ظلم الحكومة، اليوم يمكن وعوا منيح اللي وعوا. بس ورا هذا الوعي لازم يكون في فعل. الوعي بس مش حقي. نحن بنيجي نسمع خطابات هون وما شاء الله الكل بصفكوا، بس لازم نشتغل حسب الوعي تبعنا. نحن لازم نواجه. لما بيكون عندنا رؤساء الحكومه لازم نحكيهم في الكلمه الواحد. هل طلبنا منهم سياره اطفاء؟ صرنا نصفق لهم عشان جابوا طائرات من برا. نحن لازم نحط القياده تبعتنا على المحك، لازم نحط انفسنا على المحك، مش القياده. القيادة اليهودية ودولة إسرائيل نحن عارفينها. نحن لازم نحط أنفسنا على المحك. قضية المحكمة العليا، قضية عقرة وبرعم، حكموا فيها ثلاث أربع مرات أو 10 مرات وما نفذوهاش. بس اتخذوا قرار. القضية مش قضية الطائفة الدرزية. نحن بظلنا منفردين منسلخين وهاي مشكلتنا. القضية قضية كل الشعب العربي. قضية هون قضية صهيونية اللي أخذوا كل الأراضي تبعتنا. وصلنا لهذا الموصول فليكن. نتعامل معها من قضية طائفية، ولكن لا، مش لازم ننسى كمان أساسنا وهويتنا. اللي بنسى هويته بنسى أصله بنسى فصله. حكوا على قضية الحق، مظبوط الحق معنا، بس الحق بدون قوة بصير باطل، والباطل مع قوة بصير حق. عشان هيك أنا بقترح وبوافق الإخوان ناخذ قرارات واضحة وندعمها. لما شفت سكروا طريق المنصورة، الإخوان هون الرؤساء مع كل احترامي إلهم كانوا يتحشموا المشايخ إنهم يطلعوا ويعطوا مجال للسيارات تمرق. لا عمرها ليش أنت وين كنت؟ لا عمرها طبق السيارات. ما كنتش قضية مش شخصية. أنت شو مرة وقفت موقف أنت؟ قضية أنا كل عمري بجابة. أنا كل عمري بجابة قضية مش قضية شخصية. أنا كل عمري عمالي جابة الحكومة ودفعت. نحن لازم نرضي، لازم نسك الشارع، لازم نسك الشارع. فؤاد بني العزر في برنامج تلفزيوني كنت شاركت فيه وشارك فيه ناس من أنصار الأخ اللي عمالوا شد صوته هون. قال إنه نحن دولة بتعطيش حقوق غير الناس تقوم تناضل وتسك الشوارع، فنحن لازم نسك الشوارع. شكراً لك. وين محفوظ كانت ذلك باختصار مختصرين محامي نسيج المحامين محفوظ زاهر. وين دفعت الدليل؟